إذن يقول بلاغ وزارة الدفاع الصحراوية الذي أصدرته قبل قليل المحافظة السياسية لجيش التحرير الشعبي الصحراوي التابعة لوزارة الدفاع الوطني الصحراوي: بسم الله الرحمن الرحيم، لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، بأسهم بينهم شديد، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون، صدق الله العظيم. استمرارا لكفاحنا المسلح ضد القوات الملكية الغازية لأرضنا ومواصلة للعمل القتالي الذي تنفذه وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي، قامت مفارز متقدمة من مقاتلين الميامين بأقصاف مركزة استهدفت تمركزات العدو المتخندقة بجدار الذل والعار. وفي هذا الإطار نفذت وحدات من أسود جيشنا البطل اليوم ظهر اليوم الجمعة 5 يناير 2024 قصفا مركزا استهدف عدة نقاط وقواعد معادية، حيث تم قصف قاعدة للعدو بمنطقة لعقد بقطاع المحبس، وهدف معاد آخر بمنطقة تنوشاد بنفس القطاع، مما خلف خسائر فادحة في الأرواح والمعدات في صفوف العدو. ويواصل حماة المجد تنفيذ عملياتهم العسكرية البطولية على طول جدار الذل والعار وفي مختلف القطاعات، مستهدفين تخندقات العدو وقواعده بالإضافة إلى مراكز إسناده ومقرات قيادته الخلفية. بالبندقية ننال الحرية.